بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. السادة الوزراء، السيد والي ولاية تيميمون، والسيد المدير العام لمجمع سوناطراك، والسيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيدات والسادة الحضور، يشرفني اليوم أن أتلو عليكم نص الخطاب الذي يتفضل السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتوجيهه بمناسبة إحياء الذكرى الخالدة المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذلك لتأميم المحروقات. هذا نص الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. السادة الوزراء، السيد والي ولاية تيميمون، السيد المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيدات والسادة إطارات الدولة وعمالها، السيدات والسادة الحضور الكريم، ببالغ الفخر وعظيم الاعتزاز نحيي اليوم ككل سنة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، ذكرى تحمل في طياتها رمزية عالية في تاريخ بلادنا ومعاني التضحية وصمود الشعب الجزائري وإصراره على تقرير مصيره واستكمال بسط سيادته على ثرواته وخيراته وتسخيرها في سبيل رسم مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة في التقدم والتنمية. تحل علينا هذه الذكرى والجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة وتنتقل بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع بعد عملية الإصلاح الشاملة التي سمحت بوضع منظومة جديدة تكفل حرية المبادرة وتهيئ أحسن الظروف للاستثمار وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين. لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري 1956 محطة حاسمة في تاريخ نضال الشعب الجزائري والتفافه الجماعي حول أهداف الثورة التحريرية المجيدة من أجل استعادة حريته، كما أبرز العبقرية الاستثنائية التي ميزت رواد جيل الثورة التحريرية المجيدة ووجاهة نظرتهم العميقة وقدرتهم على التعبئة من أجل نصرة القضية الوطنية. إن هذا الرصيد النضالي للعمال الجزائريين وتضحياتهم المشهودة ستبقى عبر الأجيال المتعاقبة متجدرة ومصدر إلهام مستنير ومثالا على مساهمة المدرسة النقابية في احتضان وتكوين الحركة الوطنية ودورها الحاسم في مسار البناء والتجهيد وترقية وتطوير الإنتاج الوطني. ومن هذا المنطلق يتعين الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب ومتقلب إقليميا ودوليا للتصدي لمحاولات الاستهداف العدائية ومواصلة العمل من أجل المحافظة على الروح النضالية والحس الوطني العالي وتوفير أفضل الظروف لتأدية الواجب المهني وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وهو الالتزام الذي سبق وأن أوليته أهمية خاصة عبر مواصلة التأكيد على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والتمسك بتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة من خلال رفع مستوى وحجم التحويلات الاجتماعية وإصلاح النظام الجبائي لتجسيد مبادئ الإنصاف والعدالة عبر توسيع الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لصالح ضعفاء ومتوسطي الدخل والرفع التدريجي للأجور من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأزيد من 2,800,000 موظف ومتعاقد، فضلا عن تثمين منح معاشات التقاعد واستكمال إدماج أزيد من 500,000 مستفيد من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل دائمة. وإيمانا منا بالدور المحوري للشركاء الاجتماعيين وخاصة
المنظمات النقابية منها في ترقية الحوكمة، حرصنا على التأكيد باستمرار على ضرورة تكريس ثقافة الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل لضمان معالجة شاملة وعقلانية لمختلف الانشغالات والتطلعات، وتحقيق طموحنا الجماعي لبلوغ أعلى مستويات التنمية والازدهار. وقد أضحت مشاركة التنظيمات النقابية في الحوار الاجتماعي على جميع المستويات مكسبا ديمقراطيا وسندا أساسيا لدعم النمو والاستقرار الاجتماعي. ومن أجل تعزيز هذه الحركية ومنحها الإطار الملائم لمرافقتها، تم إجراء إصلاح عميق لقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي على ضوء المكاسب التي كرسها الدستور 2020 في مجال تعزيز الحريات الأساسية، حيث سمح القانون الجديد بتعزيز ضمانات ممارسة الحق النقابي واستحداث العديد من التدابير والآليات الرامية لضمان استقلالية النقابات وحيادها وحمايتها، خاصة من التجاذبات السياسوية والحزبية. وأود بهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التحية وبالغ التقدير إلى كل العاملات والعمال في شتى الوظائف والمهن الذين يتفانون في أداء عملهم بكل إخلاص وفي كل القطاعات، وأن نهيب بكل القوى العمالية الحية ودعوتها لمواصلة الالتفاف الجماعي حول المسار الإصلاحي لبناء الجزائر الجديدة، والمساهمة بإيجابية في استكمال الورشات التي بادرنا بإطلاقها في سبيل تنميع الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن وتعزيز المكتسبات المحققة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، نستذكر معا بكل فخر واعتزاز وشرف تلك اللحظات الحاسمة لبسط السيادة على ثرواتنا الوطنية عقب الإعلان في 24 فيفري 1971 على القرار التاريخي القاضي بتأميم المحروقات، متوجها بتحية إكبار إلى أولئك الرجال على مختلف المستويات من مهندسين وتقنيين وعمال الذين التزموا على قلة عددهم برفع التحدي وكسب رهان ضمان استمرارية العمليات المتعلقة بإنتاج المحروقات وتسويقها، بل تمكنوا خلال سنوات قليلة وبكل اقتدار وكفاءة عالية من فرض وجودهم على الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية ورفع الجزائر إلى مرتبة الريادة في مجال المحروقات. وتجسيدا لالتزامنا رقم 21 بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية، تم إنجاز أكثر من 140 بئرا استكشافيا وتطويريا مكن من تحقيق أكثر من 25 استكشاف. هذا ومن محاسن الصدف أن نلتقي اليوم هنا في تيميمون العاصمة التاريخية لفرارة التي تحتل مكانة هامة ضمن الاستراتيجيات الشاملة المشار إليها، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز المنبع النفطي لإنتاج الغاز الطبيعي من خلال احتضانها 3 مشاريع غازية هامة المتمثلة في تطوير حقول حاسب أحمو وحسن جران وتيرنكوك بطاقة إنتاجية تقدر ب 14 مليون متر مكعب يوميا. وستواصل الجزائر جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من محروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي لمحروقات في الجزائر بنسبة 2% سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بحلول عام 2027. كما سنواصل الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة، فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيماويات. بالموازاة مع ذلك، وضمن نفس التوجه لضمان الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية، أطلقنا برنامجا ضخما
لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا من خلال المشاريع الثلاثة المهيكلة لهذا القطاع والمتمثلة في استغلال منجم غار عجبيلات للحديد والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الهدبة ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور، والتي فضلا عن مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني ستشكل قاطرة لتحريك التنمية في المناطق التي تحتضنها عبر خلق مناصب الشغل وتطوير البيئة التحتية على غرار شبكة السكك الحديدية. ونتطلع بكل ثقة إلى تعزيز الديناميكية التي يعرفها هذا القطاع من خلال مراجعة القانون المنجمي الفترة القادمة لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها هذا النشاط وزيادة جاذبيته للمستثمرين مع المحافظة بطبيعة الحال على المصالح الوطنية. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لقد التزمت الجزائر برفع تحديات التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجية طاقوية جديدة تقوم على رؤية لتطوير اقتصادها على المدى المتوسط والطويل، وترافق مسار تحقيق الانتقال الطاقوي ناجح عبر إطلاق مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء باعتماد على الطاقة الشمسية وإدماج الهيدروجين، فضلا عن الجهد المبذول لتعزيز المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية ودعم إعادة التشجير وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على مواردها الطبيعية من أجل مستقبل مستدام. إن هذا الاتجاه الاستراتيجي يسلط الضوء على القدرة الكاملة للغاز للمساهمة بشكل إيجابي في الانتقال الطاقوي، ذلك أنه يعتبر بمثابة الوقود المفضل لتلبية الطلب الطاقوي المتزايد مع التقليل في نفس الوقت من التلوث والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن كونه متاحا وذا تكلفة معقولة ومن أكثر أنواع الوقود الأحفوري للنظافة. في هذا السياق نتطلع بثقة كاملة إلى التئام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وذلك بالجزائر من أجل تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي وسبل تعزيز التعاون والشراكة لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل. ختاما سيداتي الفضليات، السادة الأفاضل، أحيي كافة إطارات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والكهرباء، مثمنا عاليا الجهود الدؤوبة التي من فك يبذلها مجمع سوناتراك ومجمع سونالغاز في الاطلاع بمهامهما الحيوية وتبوي المكان المرموقة في ظل تحولات طاقوية متسارعة يشهدها العالم حاليا. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.